ايه اكتر هتاف محبب ومقرب لامح في مدرجات؟ يا كهربا لو جبت جون هبوسك من بقك. ينفع نسمعها منه؟ طيب نسمعها منه. نسمعها منه والنبي. لا يا كهربا لو جبت جون هجيب بوشك من بقك. طب بصوا هنا امح. طيب اشمعنى اهو؟ قول لي برضه. قول انا كنت واقف معاك كهربا. هتقول لي ايه كهربا؟ ايه بقى؟ انا ربنا يكرمك. لا انت كنت بتقول له في المدرجات باذن الله. كنت بتقول له كمانك كاش بهنس وياك بالجمالك كاس سوبر. لا لا ياخد كاس السوبر يا عم. وياك 34 دوري. 34 التتش ودكتش. الاهلي هياخد الدوري؟ طيب الاهلي هياخد الدوري ولا لا؟ 34 دوري. انا عايز اقول حاجه. كيف صفقات الزمالك؟ ثواني بس. الزمالك احنا مسافرين الصفقات. احنا مش جايين النهارده الفرح بتاع محمد زملكاوي. ماشي عايزين نوجه لمحمد زملكاوي العريس زملكاوي وراح ينزل حد علوي. طبعا صميم عرفنا بنفسك. النهارده هيكون في مباراه حسام تاخد العريس. يا جماعه استنوا ثواني اتكلم بس مع حسام شويه. انا بقول هو العريس طبعا محمود ده رئيس النادي دوبو فوجين. بقول لك ايه، هو العريس يعني بيلعب كوره؟ يعني كان لاعب كوره في الزمالك ولا لا؟ لا لا هو بيشجع الزمالك. طب قول لنا كهربا يعني محمود يعني علاقته بيه ايه؟ اخي ليه طبعا وفتحي زميل عمره. هل اعترض مثلا او حاجه او حته زملكاوي واهلاوي؟ لا دي كانت حاجه عاديه. الف مبروك، ربنا يتمم بخير. الف مبروك. اما ثانيه يا اما عايزين نتكلم معاك. وهنا كده لما تشوف كهربا هتقول له ايه؟ اول ما تشوفه النهارده انت تواصلت معاه النهارده قبل حفل الزفاف؟ قلت له ايه؟ طيب ايه ايه درجه محمود عبد المنعم كهربا هو اللي عزمك ولا انت جيت اليوم كاخ كبير محمد؟ يعني ما شاء الله ده عشم بين محمود عبد المنعم كهربا وامام يا كله يكملنا كل اللي كهربا يا عم. ربنا يفوز. الله يا رب يتجوز. يا رب يتجوز عباله. قول له عبالك نفسك كهربا يتجوز ان شاء الله. انت قبل كده كلمته في الموضوع ده؟ لا لا ما حصلش. يعني كان بيشوفنا بنت الحلال. طب هو كان رد فعل كهربا ايه؟ كهربا وانت يا عم حبايبي بس ما شاء الله. توقعك ايه للماتش الجاي ان شاء الله يوم الجمعه؟ انت ان شاء الله هنكسب كام؟ هنكسب ان شاء الله.